نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. أهلا وسهلا بكم يا متابعي برنامج الخزانة في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي. نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا، هذا أخونا يسأل يقول: ما أفضل طبعة لكتاب الدروس النحوية لحفني ناصف ومن معه رحمهم الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه، أما بعد، هذه دروس نحوية صدرت، طبعا أصلها كانت مقررات وخرجت ثم جمعت ثم سارت تداول، وهؤلاء الذين قاموا عليها ناس متأهلين أصلا وهم متمكنون في الباب، وهذه دروس متخرجة ترى بها أجيال، صاروا دكاترة وأساتذة وصارت معروفة وصارت حتى لها صيت واهتمام حتى خارج القطر المصري، هي أصلا صنفت في لسنوات دراسية في مصر عندهم. فالدروس النحوية هذه طبعت جمعت، كانت تطبع فرادة على حسب المقررات يعني السنوات الدراسية، ثم صارت تجمع وتطبع مرة واحدة. من أحسن الطبعات اللي المتأخرة الآن اللي فيها نوع من العناية والتلوين وكذا، طبعة دار الدقاق ودار الفيحاء بالاشتراك بينهما، وأيضا طبعة دار الفجر، كلتا طبعتين طيبة، هذا وهذا، وكلتاهما اعتني بالكتاب عناية لا بأس بها إن شاء الله وفيها هنا. وهذه ترى هذه المقررات التي كانت تدرس في مصر، طبعا هي سبحان الله صار لها صيت وانتشار وتداول بالأيدي، وإلا ترى هناك مقررات في الشام وفي العراق ممتازة وجيدة، لك سبحان الله ما كتب لها الصيت. الكتب أرزاق ما في كلام. ألاحظ شيخنا غالب اللي في مصر يشتهر وينتشر. والله سبحان الله، يعني يا الله تعالى كتب القبول لها المصر، الله يتقبل، نحن نحبهم كلهم يعني جملة وتفصيلا، لكن سبحان الله العظيم هذه انتشرت وغيرها، ويوجد مجموعة كبيرة وليس في النحو حتى في علوم أخرى من الأشياء التي كتبت أصلا لتغطية مناهج المقررات ومواد المقررات، سبحان الله وانتشرت مع أنها مقررات لكن كان يكتبها علماء، وكانت يعني تكتب بطريقة متميزة، علماء يقومون عليها، عندهم من الفكر والعلم وحسن الترتيب والتصنيف، ما ليس يعني مجرد تربويين وكذا، يعني فرق كبير يعني بيكتب عالم بإنسان فقط مجرد موظف وشيء من ذلك. مثل ترى يعني جامع الدروس العربية للغلاييني، هذا شامي وهذا جيدة وطبعت مرارا، كان يعني من أحسنها طبعة دار الرسالة، مؤسسة الرسالة طبعتها، جمعتها الأجزاء الثلاثة وطبعتها في مجلد ضخم ممتاز. أيضا هذه دروس يوصى بها وترى احتفى بها وأشاد بها ترى مجموعة من الكتاب من المعاصرين لهم وكذا وغيرهم، منهم الشيخ الطنطاوي. نعم صحيح، يعني لها صيت قراءتها ترى تثري، في عندنا مجموعة ترى المعاصرين هم حقيقة ترى علماء، لكن سبحان الله أسماءهم تختفي، إما لأنهم يعني كتبهم صارت ما تداول، وهذا من الغلط والله، طمر هذا النتاج العلمي ومحاولة إلا إيجاد جديد يعني يقفز على ما هو ممتاز ومتأهل في الباب، يعني اعتبار نوع من يعني المشاقة للجيل الذي سيأتي ينسى هؤلاء الأكابر اللي هو على أيديهم أسست المدارس الكبرى في النحو وغيرها، وأيضا يعني من المعاصرة في طرائق التدريس وفي غيره، لأنهم أصلا كانوا يكتبون بحيث تكون طرائق التدريس حاضرة أمامهم وفيها تسهيل للعلوم وشيء من ذلك. نسأل الله عز وجل الإفادة، وأنا أشكر الحقيقة نشكر كل الإخوة الذين يقومون على إعادة طباعة مثل هذه الكتب، لكن بطريقة متميزة بحيث أنها تظهر بما ظهر في عالم الطباعة من ألوان ومن تجيد ومن نوع صف أي مكان، ومع التدقيق والضبط والعناية وما يحتاجه من الفوات الطبعات السابقة يعني يتدارك مثل هذا، نشكرهم على ذلك. نبدأ بسم الله. بس مشايف ولدي ثقل الكتاب، هذا قرابة 1000 صفحة من الحجم الكبير، إن شاء الله بقى الأخوة هذا يبغاله يعني واحد لما يحمله يكون على أشده. يعني
هذا ولدي أنت كتاب. على شدك يا شيخ. الله يتقبل يا ولدي. يعني أكثر من هذا المديح لأبوك الله يعافيك. هذا الله يسلمك يا ولدي. ترجمة لسيرة أحد أمراء الزلفي. ظل أميرا على الزلفي, مدينة الزلفي أو منطقة الزلفي 10 سنين تقريبا, وهو صاحب يعني أوصاف وأخلاق وأشياء وكرائم كان يوصف بها, حتى أنهم لما اجتمع أعيان ووجهاء البلد بلد الزلفي ورفعوا للملك عبد العزيز رحمة الله عليه وأيدوه هو أن يكون أميرا على الزلفي, وجاء الكتاب بتأميره على الزلفي وشيء من ذلك, وفيه من الخصال وغالبا غالب كان مثل هؤلاء يكون فيهم من الخصال ما يجعلهم أهلا لأن يكونوا أمراء وشيء من ذلك. أما الكتاب الضخم الذي بين أيدينا فهو استغرق سنين حتى يخرج. صاحبه الذي قام عليه وهو ابن هذا الأمير أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد وفقه الله, صاحب مؤلفات غزيرة جدا تفوق أكثر 130 مؤلف له أصلا, ما شاء الله. هذا إحداها, وأيضا هو سبق نداخل معنا جزاه الله خير مداخلة, وهو أستاذ معروف دكتور في يدرس في جامعة القصيم في تخصص علم الأديان والعقائد, وشيفي كان في جامعة الإمام وغيرها. المقصود هو يقول ظل على هذا الكتاب سنين يجمع لها, كان يقدم رجل وآخر ما من شيء إلا لأشياء أسباب ذكرها في المقدمة. كان منه التريث هذا حسنا لأجل جمع المادة الغزيرة في ترجمة والده, جمع من الوثائق, أبوه كان حريصا جدا على جمع الوثائق والمحافظة عليها. يقول اطلع على أكثر من 1300 وثيقة فقط عند والده, هو كان لأنه والده كان أي شيء يفعله حريص أنه يبقي عنده نسخة من هذه الوثائق, فاجتمع عنده شيء كبير مما فيه يعني أشياء تخصه هو نفسه من معاملاته شفاعاته قضايا أشياء متعلقة به, إذا اشترى إذا باع إذا كذا إذا أصلح بين الناس أشياء تبقى عنده هو. وهذه الوثيقة ترى تبين لك نوع من التاريخ الاجتماعي الذي كان حاصل في البلد, لو كان هو أمير البلد أصلا في فترة معينة. المقصود ثم رجع إلى أناس آخرين من القرابات من ممن بقي أحياء من أصدقاء والده ورجع إليهم هم قلة, ثم رجع إلى أبنائهم أو أحفادهم أو شيء من ذلك, وجمع جمعا كبيرا جدا تحصل منه هذا المجلد الضخم الذي سماه إبراهيم ابن حمد الحمد ابن أحمد إبراهيم ابن أحمد الحمد المتوفى عام 1404 الهجرة رحمه الله, أمير الزلفي من عام 1361 الهجرة إلى عام 1370 للهجرة رحمه الله. سيرته أعماله أرشيفه. أما سيرته طبعا نحن نبدأ قدم بمقدمات قلت لك فيها شيء من ترجمة والده. الكتاب يا ولدي مليء بالوثائق, نحن بنوري الأخوة, هذه صورته, هذه صورة والده الكريم رحمة الله عليه, هذه صورته الشيخ إبراهيم الأمير إبراهيم بن أحمد الحمد رحمة الله عليه, هذه صورته. وأما الكتاب فإنه قد قسمه إلى عدد من الفصول, بدأ فيه بأشياء طبعا هذه كلها يذكر معاناتي في جمع النصوص وفي جمع الوثائق وما يتعلق بالترجمة وشيء من ذلك, ثم قسم كتابه إلى عدد من الأبواب. أما التمهيد فجعله خاص بمدينة الزلفي, والزلفي هي محل النشأة والنشأة الأولى والتربية الأولى وشيء من ذلك, وبدأ يتكلم عن نشأتها ثم شيء نبدأ تاريخية وجغرافية عنها, حتى أتى بصور, حتى شوف هذا أتى بصور حتى معاصرة لها, وأنا ها هذه صور معاصرة للزلفي من زوايا متعددة بعدسات مختلفة, هذه الزراعة التي في الزلفي وشيء من ذلك, هذه المدينة نوعا ما في الراحة في صور هذه المدينة كبرت. أنا زرت يا ولدي قبل أكثر من ربع قرن تقريبا, يمكن عام 1414 زرتها, وكان أحد مشايخنا الأفاضل شيخنا الجليل الدكتور حسين العبيدي والفقيه المعروف المدرس لنا كانوا زرناه, والله نحن تخرجنا قلنا بنزورك يا شيخ وزرناه, كان على طريق نزولنا, فلما زرناه أجل الله خير احتفى بنا وكذا, ولا أنسى شربة لبن البعير اللي أعطانا إياها فسحنا الله يسهل أموره. المقصود ما كانت ترى الحقيقة بهذا الحجم الكبير, طبعا 25 سنة تطورت البلد كثيرا. نرجع للأبواب يا ولدي, والكتاب أصلا مليء بهذه الصور, وهذه هذا الباب الأول. الباب الأول دخل بعد الباب الأول جعله خاصا بسيرة والده إبراهيم الحمد رحمة الله عليه, قسمه إلى عدد من الفصول, فصل خصه بنشأته من بداياتها النشأة والاسم والصفات وشيء من ذلك, ثم خص صفاته الخلقية
بكلام ثم سيرته مع الناس، لأنه له تعاملات مع أهلي وأولادي، مع جيراني، مع أصحابي وهكذا، وحتى مع عامة الناس وأقاربي وجيراني. ثم فصل في أصدقائه ومجالسيه، من هم وكيف كان مجلسه. هذه سيرة ذاتية له كاملة، وهي حافلة فيها تفاصيل دقيقة. تذكر ودي قاعد أتكلم أقول لك ترى أتى بأشياء عجائب وغرائب، يعني من أدق ما رأيت من التراجم المعاصرة في ذكر تفاصيل حياة العلم، أشياء حتى شرب القهوة، أنواع القهوة وكيف يحضر القهوة، أشياء يعني، وله مزاج ويعرفها من ريحته، أشياء يعني كان له دراية كبيرة بالقهوة. المقصود أي مكان معلومات غزيرة جدا. وفق الله الكتاب الباب الثاني جعله خاص بفترة الإمارة لما تولاها الأمير إبراهيم الحمد وفق رحمة الله عليه، وتكلم عن مسألة كيف كانت توليته الإمارة، مدتها، ما هي الأعمال والوظائف اللي شوف هذه أعماله وأخباره فيها، لقاءاته وعلاقاته بالأمراء الملوك. ثم جعل بابا خاصا بإسهاماته التي كان أسهم بها في مصالح الزلفي عموما، ذكر المصالح العامة ثم اعتناه بالمجال بالذات، مجال المجالات، عرض بين المجالات والمصالح العامة، مجال التعليم، مجال الصحي والمساجد وغيرها. ثم خص فصلا خاص بمشروع الري، وفصلا خاص بتعبيد الطرقات وشيء من ذلك لاهتمامه الكبير بهذه القضية. أما الباب الأخير عندنا فهو عبارة عن إرشيف إبراهيم الحمد وما فيه من الوثائق وله ولغيره، لكن ولدي هنا عرج على أمر، وهو جعل هناك مدخل عام لموضوع الكتابة كيف كانت في ذاك التاريخ وذاك الزمان، وهذا ملحظ جيد، لأنه هذه لها سيؤثر على نوعية الوثائق والكتابات وشيء من ذلك، مدخل تاريخي يتعلق كثيرا بقضية التعليم وتقييد الوثائق. ثم بعد ذلك أشهر الأسر التي كانت معروفة بالكتابة وتوثيق الوثائق لأنه استعان بهم، هو يقول كان ما يقرأ ولا يكتب. ثم تكلم عن هذا، شوف هذا الباب ولدي بالذات حافل بالتراجم، تراجم بعضها لأول مرة تظهر، لأنه هو نفسه كان يراسل بعض أصدقاء به، لما عرف منهم سيراسل أبنائهم أو أحفادهم المتبقين، وأخذ لهم ترجمة، وهم هو له يقول كانوا ناس لهم وزن من الوجهاء والأعيان وأدباء وقضاء وشيء من ذلك، فترجم لهم ومع نماذج من خطهم، ويأتي لهم بترجمة ونماذج من خطهم وهكذا. شوف بعضها يقول أسر عرفت بذلك، أسرة كذا، وتكلم عنها وتفاريق معينة، وأتى بالوثائق بعد ذلك. هذه مثلا شو أفراد اشتهروا بالكتابة، فلان وفلان، هذه كلهم يأتي بوثائق، ولهم عرفوا بذلك، وصار الناس يعني يقصدونهم لأجل هذه القضية. الكتاب يا ولدي حافل جدا بالوثائق، هذه الوثائق، هذه نماذج من الترجمة، هذه نماذج الخطية، وثائق إشارة تظهر معنا، هذه بعضها، هذه بالباب الأول، هذا طبعا وثائق جوازات وشيء من ذلك، نبغى الوثائق الخطية. شوف الإشارة بها الأخوة من أول الكتاب إلى آخره، والكتاب مليء بمثل هذه الوثائق العلمية، والوثائق عبارة عن صندوق تاريخي يجب استنطاقه وإخراج ما فيه من المعلومات. شوف كله بهذه القضية. طبعا هو كتب قال إنه أنا بس خليني أروح لي، لأنه هذا كله مألوف معروف، لكن خلينا نروح للقضية المهم اللي فيها التراجم للأعلام. شوفها يبان الأخوة، هذه كلها وثائق، هذه كلها إن شاء الله معايا حبيبنا المخرج، عشان بس إن شاء الله يطلع معانا مين هو اللي شوف هذه. ها تخيل هذه وثيقة ترجمها وبينها عشان يبين ما فيها، بعضها ترجمها لكن بعضها يقول هي واضحة أصلا بينة، فما ترجمها وما احتاج لترجمة. احنا بس نطلع طريقة واحد من الإعلام اللي ترجم لهم في هذا الكتاب، لأنه تعنى عناية خاصة. هذا مثال. شوف مثال، هذا أحد الناس الذين كانوا معروفين بالتوثيق والكتابة عند والدي أصلا، فيأتي به يقول هو فلان، ثم بعد تعريف به فيأتي بتعريف به، هذا قد لا تظفر فيه في أي مكان آخر من كتب التراجم ولا تاريخ المنطقة ولا غيرها. ثم بعد ذلك يأتي بنموذج أو نماذج مما كتب من الوثائق، حتى أحيانا أنه يشوف النموذج الأول وحين يعطي لك هذا النموذج الثاني، هذا النموذج الثالث، وانت ماشي بهذه الطريقة، عدد من نماذج الوثائق التي خطها بيدي هذا، وليس استيعابا وإنما هي بعضها. طبعا في الأخير ألحق بملحق يراه أنه مهم، وهو يتعلق بموضوع بمدينة الزلفي نفسها، وهو قال إنه هذا ملحق بحث حول ضاحية عريعرة، وعريعرة هذه منطقة اهتم بها أبوه الأمير في وقته، وبتمهيد الطرق وأشياء، وجاء شيء من تاريخها والكتابة عنها، وهو بحث يسير، وألحقها ببعض الصور وهي معاصرة وشيء من ذلك. هذه الصور عاصرة، وهذا طريق يقول طريق عريعرة، منطقة يعني عندهم، والتعريف بها وما يحتاج لهذه إن شاء الله.
احيانا الولد الواحد يتطلب حاجه، هذه شيء من بقايا التي في دم الاثار وشيء من ذلك. وفقه الله كتاب مجلد ضخم بقرابه 1000 صفحه من اصدارات دار الحضاره، هذا سلمك الله مشروع له. هو يقول انه خلال قراءاتي شرت وجدت ان بعض الكتب فيها من الفوائد والحكم والمواعظ واشياء، وبعضها خبره وتجربه قضايا كثيره. فكان يقيد يستخرج من بطون هذه الكتب حتى بدأ عنده مشروع، وهو انه لماذا لا هذه المقيدات اخرجها في كتاب، حتى من لا يريد ان يقرا الكتاب بكامله تلك الكتب بكاملها يقف فقط على المنتقيات هذه مما انتقاها. وهو وفقه الله يحسن الانتقاء والاختيار، فاتى بهذه المجموعه، اخرج المجموعه الاولى بهذه الطريقه، والمجموعه الثانيه والثالثه والرابعه، وقد الاولى والثانيه والثالثه سبق طباعتها مفرده، ثم جمعها في هذا المجلد، طلع فيها المجموعات الاولى والثانيه والثالثه في هذا المجلد، والرابعة لكبرها جعلها في المجلد الثاني لوحدها مختصة، سماها المنتقى من بطون الكتب. هذا المجلد يضم المجموعة الأولى والثانية والثالثة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد وفقه الله. وطريقته أنه يترك المجال على ما هي عليه. شوف هذا مثال، لاحظ يذكر لك في رأس كل مجموعة لما يبدأ هذه الكتب كلها هي محل الانتقاء مما سيأتي بنفس الترتيب هذا. يبدأ أول ما يبدأ هذا، مثلا عندنا كتاب ابن الأدب الصغير والكبير ابن المقفع، أول ما يبدأ بالكتاب ها هنا كما تلاحظ يذكر لك، هو يذكر لك حتى الطبعة اللي هي ومن قام عليها، إيش يأتي هنا تعريف بالكتاب، أحيانا ترجمة للمؤلف نفسه، ترجمة مختصرة عنه. لكن اللي يهمه هذا، يقول اللي يهمه تعريفه بالكتاب ومنزلته ومكانته، هو يتكلم عن ماذا، فكرة الكتاب كلام مختصر ترى. ثم بعد ذلك إيش يبدأ النقولات، يبدأ بعد ذلك يبدأ يرقمها 1 2 3 4، وانت ماشي حتى إذا انتهى منه يأتي الكتاب الذي بعده، وينتهي منه يأتي الكتاب الذي بعده، وانت ماشي. الكتاب مثلا هذا سيد الخاطر ابن الجوزي، تعريف بالكتاب يعرف به كما ترى، ثم يبدأ بعد ذلك بالفوائد التي ينتقيها من سيد الخاطر، ولما ينتهي وكلها بهالطريقة، حتى لما انتهى من المجموعة الأولى دخل في المجموعة الثانية. هذه المجموعة الثانية، آسف، هذه المجموعة الثانية، هذه اللي فكتها، هذه المجموعة الثانية كما ترى على نفس المنوال، أتى بمسرد للكتب التي سوف ينتقي من الفوائد، ثم بعد ذلك على نفس الطريقة والمنوال التعريف بالكتاب تعريفا موجزا، ثم بعد ذلك هو نفسه وفقه الله يرتب هذه الفوائد على ما هي مطروقة في الكتاب. هذه المجموعة الثالثة من الكتب المطروقة. المهم أن الكتاب مجموعتين الأولى والثانية كله على الطريق، وهو يحرص جدا، يقول أنا حرص على ألا تدخل في الكلام، ينقلها كما هي، ثم هو حتى قليل التحشية والتعليق، يعني ما شيء بسيط قال مما لا بد منه، يعمل التعليق وشيء من ذلك. وفقه الله، هذا كان المجلد الأول، جمع فيه المجموعة الأولى والثانية والثالثة من إصدارات دار الحضارة، والمجلد الثاني جعله للمجموعة الرابعة كاملة، وأخرجه أيضا في أسفل في دار الحضارة. هذه فكرة، هذا شوف هذه فكرة من يوظف قراءته. ونحن نقول دائما يا أخي وظفوا قراءتكم، بس صراحة ما تصلح هذه إلا للمنتهي من طالب العلم، لأنه يعرف إيش ينتقي. اللي ما غير طالب العلم ترى ما يعرف إيش ينتقي، ويظن أن كل شيء يصلح للتنظيم، فكأنما بعد كذا تيجي تقول له والله إيش اللي كتب، تحصل وكتب الكتاب كامل نفسه، وكأنما اللهم ترك بعض الأشياء اللي معروفة يعني. وهذا ليس كلام المنتقي ما لم يكن على دراية علمية، بحيث أنه هذه الدراية العلمية تكون هي الموجهة له في الانتقاء، فهنا إذن يكون انتقاء شيء نوع من العبث، ما يدري إيش ينتقي. لكن انتقاءات العالم البصير بالكتب واسع الاطلاع يعرف ماذا ينتقي، فينتقي الأشياء التي يندر وجودها، يندر ذكرها، أو التي لها علاقة خاصة بالمؤلف، لأن هذه ما تجدها في غير مثل هذا الكتاب، أو يتفرد بها المؤلف أشياء، قضايا معينة تجعل مثل هذه القضايا هي المسيرة لعملية الانتقاء للكتاب، وهذا شيء جيد. أنت بتقول شيء يا ولدي؟ لا خلاص، وانت تتقي لك ولدي من دحين احسن لك، انا نصيحه لك. بس كنت اقول شيخنا ممكن يعني الانتقاء تقول يعني يصلح للمتقدم، ممكن غير المتقدم ينتقي لكن لا يخرجه، هو يستفيد لنفسه يعني. هو هذا صحيح، بس برضو نحن نتكلم عن مساله الانتقاء، لو انتقى مبتدئ مشكله، اصلا ما بيعرف ينتقي الا انت اذا الا في كتب الادب. انا مبتدئ، المبتدئ حقيقه ما ننصحه الا بالاشتغال بتاصيل العلم دراسة، درسا وحفظا وتثبيتا وتأصيلا، ثم هو يشتغل بقراءة ما يجعل علمه متينا حتى ينطلق. المتوسطة ممكن ينتقي يعني، بس يخبيها النفس ويطلعها لنا يعني، الله يعطيه الحافية، بعدين لما ينتهي يعيد النظر فيه من جديد ويقرأ كتاب مرة ثانية، بعدين يشوف هل يعرف حينئذ انتقاء ولا. كم من أناس أخرجوا كتب مبكر ثم ندموا عليها، حتى شعار أبياتهم الأولى وشعارهم الأولى ندموا عليها، أشياء كثيرة ترى وقعت لهم، والتاريخ يحكي هذا، والمعاصرين فيهم من هذا، فيحتاج إلى التخمير يعني تخمير الكتابة حتى تنضج. بلى بلى، هذا سلمك الله على نفس الفكرة. فكرته
أنه كان وفقه الله لأجل اطلاعه الواسع على المجلات والكتب ومجاميع المقالات ومجاميع المؤلفات وغيرها، وقف على مقالات هو يراها أنها مقالات متميزة فيما طرقته من المسائل أو العلم أو شيء من ذلك، وهي متنوعة في أبواب الأخلاق والسير وفي التاريخ وفي السياسة والاجتماع والتربية وفي حتى في قضايا العبادة وحتى في قضايا حتى يعني قضايا السير الذاتية حتى والسير النبوية والتراجم، هو يرى أنها رآها متميزة حقيقة، وهي أيضا متنوعة المشارب، شرقيون وغربيون، شوام ومصريون وعراقيون وغيرهم، وهكذا متفاوتون، نشرت في مجلات في مجاميع في مقالات في غيرها وانت بهذه الطريقة. فصار يجمع، هو يقول كلما وقف صرت أجمع وأجمع حتى اجتمع عنده شيء كبير ثم غربل وآخرين لنا هذه الغربلة، وهي خص كتاب العربية الكبار الذين كانوا يعرفون بكتاباتهم الأصيلة بهذه المجموع، صار يجمع لهم مقالاتهم وجمعها وأخرجها. طبعا سبق الكتاب ترى طبع قبلها آيات طبع ثاني بين أيدينا، سماها مقالات لكبار كتاب العربية في العصر الحديث. هذه المجموعة المجلد الأول، عندنا المجموعة الأولى والثانية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد وفقه الله قام أيضا في على نفس المنوال، قال هي طبعا هي عبارة عن، لأن موضوعاتها شتى ولأنها متباينة يعني متفاوتة في القصر والطول وشيء من ذلك، حتى في الطريقة ما بين طريقة علمية وأدبية وأشياء، هو جعلها مرتبة على حسب العناوين. سار يأتي يحاول أن يأتي بعنوان وموضوع معين ويجمع النظائر تحت هذا العنوان أو هذا الموضوع. فمثلا شوفوا يقول رتبته على الطريق، مثلا قال أولا مقالات في السعادة، جاء يقول هذه عندي ثلاثة مقالات في هذا الموضوع، جمعها لفلان وفلان والثلاثة الآن بعدها، يشوف مقالات في الأخلاق والمروءات والسلوك، وهي عدد من المقالات، ثم يمشي وانت ماشي عدد بهذه الطريقة ترتيبه إلى أن انتهى من هذه المجموعة تاسعا وعاشرا حتى انتهى منها إلى المقالة رقم أظن 50، نعم 50، كانت وفقه الله تحت آخر مناجات مبتورة لدواعي الضرورة للعلامة البشير إبراهيم، هذا كان آخرها في المجموعة الأولى. ثم بدأ في المجموعة الثانية على نفس المنوال، ثم مقالات في السعادة وهي يأتي بها غير الأولى طبعا، ثم الثانية والثالثة مواضيع، وهذه أكثر 63 موضوعا. طريقته هذا مثلا خذ المقالة، هذا المقالة الأولى، يأتي هذه مثلا المقالة الأولى عندنا، يذكر لك عنوان المقالة، هذا عنوان المقالة، من هو القائل، يرتب لك يرقم لك المقالات ترقيما من أولها إلى آخرها، هو نفسه يحيلك على هذا من باب توثيق من أين أتى المقالة هذه، ثم هو يترجم لنفس صاحب الكتابة، يترجم هو فلان الأديب، هذا مثلا أحمد أمين ترجم للأديب فلان وفلان، يترجم له حتى تكون على معرفة بقدر هذا الكاتب وما يكتب الكتابات وشيء من ذلك، والكتاب كله على هذا المنوال. والحقيقة يعني هو يقول استبعد أشياء وكذا وقضايا، وأنا أقول ليته يستمر في هذه القضية، خاصة أنه كثير من المجلات صارت يعني يقول عدد المجلات شيء ضخم جدا وما استوعبته، ولا هو كثير جدا، وليته يستمر في الجمع والحصب بهذه الطريقة، وأظنه سيعينه كثيرا في هذه الطريقة لو استفاد من بعض القراء العربية وشيء من ذلك، أو هذه البرامج اليوم محصلة وإن كان الحقيقة الفهرسة للمقالات والأبحاث الموجودة في المجلات، نحن نحتاجها جدا جدا أكثر من أي برامج أخرى، لأنها متشتتة وهي شرقا وغربا وغير منتشرة أصلا، وتحتاج متابعة لنكات دورية تخرج كل فترة، فكان أمر اجتماعي عسير قد لا يتيسر في المكتبات العامة، حتى المكتبات العامة فيها إعواز في هذا الباب، فلو حصل جمع مثل هذه المقالات النظائر بعضها إلى بعض ممتاز تسرع. وفقه الله، هذه اللي عندنا المجموعة الأولى، المجموعة الأولى والثانية في المجلد، والمجلد والمجموعة الثالثة في مجلد ثاني، كلها من إصدارات دار الحضارة وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن عدد من الرسائل التخصصية التي كتبها في الفرق، هو أصلا متخصص في الفرق والأديان ودرسها لطلاب الكلية، وكان يجمع مادة التدريس قبل التدريس، واجتمع عنده مادة ممتازة وصار ينقح ويضيف ويحصل، حتى استبعت مادة هو رأى أنها مفيدة حتى لو خرجت بالطريقة التي كتبها وبالجمع الذي جمعه في هذه المادة، حتى يستفيد منها من يستفيد سواء في مدرس أو دارس في هذه القضية. فجمعها هنا رسائل، تسع رسائل لتسع فرق، كتب في كل فرقة منها رسالة، بعضها سبق نشر مفردا وبعضها نشر ضمن مجموع وبعضها يطبع لأول مرة في هذا المجلد أو هذا المجموع الذي سماه رسائل في الفرق لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد وفقه الله. وهذه الرسائل التسع أو الفرق التسع التي كتب فيها، كتب فيها بعد رجوع، هذه هي
كانت الرسالة الأولى عن الخوارج وأشهر الفرق ومقالاتهم، والثانية عن خلاصة مقالات المرجئة والجهمية والمعتزلة، ثم الثالثة على الأشاعرة، والرابعة على الماتريدية، والخامسة على المتصوفة، ثم السادسة على النصيرية، ثم البابية، ثم البهائية، ثم القاديانية. هذه 9 مسائل كل واحد له مقدمة تكلم عنها، كلها لها مباحثها ومطالبها ولها خاتمة ومراجعها. كل الكتاب على هذا المنوال يبدأ بهذه المقدمة، هذا مثلا المقالة الأولى، ويتكلم عنها حتى ينتهي منها، يبدأ المقالة الثانية التي بعدها الكتاب في مجلد من إصدارات دار الحضارة. هذا سلمك الله هو كتاب جليل للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو الوصية الصغرى، أحد رجالات المغرب. ذكر اسمه في المقدمة أو في أول السؤال، أرسل له سؤال قال له أوصيني بفلاح بما يعيني على فلاح الدنيا والآخرة، أبغى شيء نجاح الدنيا والآخرة أوصني. فكتب الوصية، صارت تعرف بالوصية الصغرى لشيخ الإسلام، جمع فيها جوامع ما ينبغي أن يتكلفه العبد في دنيا ليحوز فضل الدنيا أو فلاح الدنيا والآخرة. فكتب فيه من قضايا الاعتقاد وقضايا السلوك والأخلاق والتربية والمراقبة النفس وأشياء، وعرج على قضايا على عائلته رحمة الله عليه، عرج حتى عرج على صحيح البخاري وأشياء والأحاديث بهذه الطريقة، وأشياء من قضايا الآخرة وما ينفع وما يضر بهذه الطريقة. واشتهرت بالوصية الصغرى، وهو نفسه شيخ الإسلام رحمه الله قرأت عليه شيء من ذلك، والنسخ نسخت وصارت لها عدد من النسخ. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد هو يقول جاء الوصية الصغرى وشرحها في بعض الدورات العلمية، ثم بعد ذلك هو أراد أن يكتب هذا الشرح وزاد ونقح وأبدأ وأعاد، ثم قابل الكتاب الأصل الوصية الصغرى على عدد من النسخ الخطية وخرجها مع هذا الشرح، سماه الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية دراسة وشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد وفقه الله. المقدمات معروفة، ترجمة لشيخ الإسلام مقتضبة، وهذا حقه لأنه مشهور معروف شيخ الإسلام رحمه الله. ثم الكلام عن الوصية نفسها وما فيها من مطالب، مما ينبغي عنوانها، من السائل، أهمية هذه، من تلقاها، وانتشار عنها، وهكذا موضوعاتها. ثم بعد ذلك هو وفقه الله طريقته، هذه طريقته، يأتي الأصل عندنا هذا المتن اللي هو الوصية من كلام الشيخ الإسلام محبر كما ترون ومشكولا، ثم بعد ذلك هنا التفاصيل الشرح قوله كذا، ويبدأ يشرح. أولا يأتي بالشرح الإجمالي لقوله وما كذا، ثم يبدأ بالتفاصيل للمسائل المطروقة في هذا المقطع من كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. كل الكتاب على هذا المنوال، هذا الكتاب بهذا الطريقة. شوفها مثلا يأتي والأعمال المكفرات، يتكلم عنها ويسوق لك، وبعض القضايا أوعب الكلام فيها وأطال الشارح وفقه الله فيها، وبيان الخلاف، وهو يتعنى جدا، شوفها، وهو يتعنى جدا في نقل كلام شيخ الإسلام في كتبه الأخرى، لأن شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن هو نفسه يطيل الكلام ويبسط الكلام والأدلة، وهذا معروف من طريقته رحمه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الحضارة. شيخنا، هل أفرد في البداية أو في النهاية الوصية الصغرى؟ لا ما أظن في البداية ما أفردها مباشرة على طول الوصية الصغرى، يعني تقول ليته أفردها. نعم والله ليته أفردها، بس هو يقول أصلا طبعت مفردة وذكر من أفردها بالطبعة. استاذنك شيخنا فاصل. نعم فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا. هل تشعر بكمية الأخطار المحيطة بك من حولك؟ كم يصرفها الله عنك وأنت لا تدري؟ تلك الأخطار لو سلطت عليك لأهلكتك لولا الله الحفيظ، فهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب ويقيه مصارع السوء. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظون بأمر الله بدنه وروحه من كل من يريده بسوء، ويحفظون عليه أعماله، وهم ملازمون له دائما. وهو الذي يحفظ السماوات والأرض فلا تزولان ولا تندثران، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقد ثبت علميا أننا نعيش مع 7,000 نوع من الجراثيم في منازلنا ونحن لا نشعر بها، والله يحفظنا منها. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، أي هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو، وهو الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم
ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، ويرسل ملائكته لحفظ أعمال العباد وتسجيلها عليهم. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويحفظ أولياءه فيعصمهم عن مواقعة الذنوب، فإن وقعوا في شيء منها وفقهم للتوبة، ويحرسهم من مكائد الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. فحفظ الله تعالى لخلقه نوعان: عام وخاص. فالعام لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها، والخاص لأوليائه بحفظهم عما يضر إيمانهم. وهو الحفيظ الذي لا يغفل ولا ينسى ولا يغيب شيء عن علمه، لا يضل ربي ولا ينسى. فمن علم أن الله هو الحفيظ راقبه في الأقوال والأعمال في السر والعلانية، ومن علم أن الله هو الحفيظ توكل عليه واطمأن لحفظه وكلاءته وآمن بقضائه وقدره. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا. حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا الغالي. أهلا وسهلا، حياك الله وبياك. نواصل شيخنا عرض كتب دار الحضارة. نعم، هذا سلمك الله أيضا هو شرح الآجرومية في عدد من الدروس، وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد، شرح عدد من الآجرومية في عدد من المرات للطلبة، وفي أحد المرات هذا فرقت، هذا الشرح فرق ثم هو راجعه وزاد فيه ونقع على عادته في كتب التي يخرجها، وكتب وطبعها في هذا المجلد اللطيف، سماها الآجرومية في النحو لابن آجروم الصنهاجي، دراسة وشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد وفقه الله، وهو جزاه الله خير، هذا يستفيد من شروحه ويستفيد من قراءاته. الله يعطيه العافية. قدم بالتعريف ابن آجروم وهمية الآجرومية، لكن ثم شوف هنا تبين، هنا ذكر متن الآجرومية في أول الكتاب ومضبوطة من أولها إلى آخرها بالشكل كما ترى، لأجل من أراد أن يحفظها مستقلة كما ترى، هذا وفقه الله تنبه لها. ها أما الشرح فهذا يبدأ الشرح من هنا، هذا الشرح يبدأ طريقته أنه يأتي بكلام المؤلف بين قوسين كما ترون محبرا، ثم يأتي بعد ذلك، وهذا الشرح يعتني جدا ببيان المعنى، ذكر الشروط، الاستشهاد لها، شواهد، ذكر الشواهد لها، والإعراب وفقه الله، والكتاب مجلد لطيف من دار الحضارة. هذا أيضا عنده مشروع كبير، وهو يعني هو الحقيقة هو معجب جدا بتفسير الطاهر بن عاشور التحرير والتنوية، وحق له، وهو من العلماء المبرزين، وكتابه شامه أصلا ما خرج من تونس مثل هذا الكتاب، يعني إلى مدة طويلة المتقدمين ما ندري حقيقة، أنا ما أتذكر شيء يعني طبع ما في، لكن أما في التراجم الله أعلم، في تفسير عارف لكن ليس مثله حتى، والله المهم اللي بين أيدينا شيء كتاب مهول، هو أصلا تعنى له الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، أصلا كان مشروع حياته مشروع عمري هذا الكتاب، وهو كان ممن استكمل آلة الاجتهاد أصلا، وكان علامة في اللغة وعلامة في التفسير وعلامة، فجمع آلة عجيبة جدا، وصاحب قلم وصاحب اختيارات وأشياء، مكث التأليف قرابة 40 سنة. المهم هو نفسه يعني معجب بهذا التفسير، قرأه كاملا أكثر أكثر من مرة وشيء من ذلك، حتى بدأ له أن يقرب التفسير، فعنده صار مشروع تقريب تفسير الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير، تقريب في مجلدين، الظاهر ما خرج، سيخرج التقريب، خرج شيخنا التقريب، خرج مجلدين. نعم خرج ما شاء الله، والله يجزيه الخير، أنا والله صراحة ما شفته. ثم هو بدأ له ماشي، طبعا ذكر هذا اهتمامه، بدأ له أن هناك شيء مهم جدا يحتاج عامة الناس، وهو مما تعنى له الطاهر بن عاشور، اللي هي ذكر أغراض ومقاصد الصورة في أول كل صورة، وقد نص هو في أول مقدمة تفسيره على أن هذا الشيء مما تعنى له جدا، حتى يقف الناظر على في التفسير على أغراض الصورة جملة، والنظرة الجملية مهمة عموما، ويدخل بعد ذلك في التفاصيل، لأنه قد في التفاصيل تضيع هذه بيان هذه المقاصد. فجاء هو بعد ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد، واستخرج فقط
أغراض الصورة ومقاصدها ذكر الطاهر بن عاشور كما هي، ما زاد شيئا منها، شيء بطيء، شيء حتى ما علق شيء بسيط ما يحتاج إلى شيء من التنبيه وشيء من ذلك، وجمع في هذا الجزء اللطيف سماه أغراض الصور في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد وفقه الله رتبه على نفس ترتيب الطاهر بن عاشور، وترتبه طبعا على المصحف، ثم بدأ هذا. شوف مثلا أغراض هذه بال الإخوة، أغراض سورة الفاتحة يعني المقاصد منها، هذا كلام الطاهر بن عاشور كما هو اعتنى به تصحيحا وتصويبا وضبطا كما ترى، يعلق أحيانا تعليقات اللي لا بد منها، هذا أغراض سورة البقرة، والكتاب كله فقط لمن أراد الوقوف على مقاصد الصور مما ذكره الطاهر بن عاشور، فإنه تعنى لها عناية خاصة واجتهد فيها اجتهادا خاصا ذكره في المقدمة، وعنايته بهذا الباب رحمة الله عليه. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الحضارة. هذا يا ولدي كتاب يعني هو يقول شيء للحقيقة، المشاعر يقول عندنا المشاعر يعني فيها نوع من التصحر يقول فيها نوع من الجفاف والتصحر، في شيء ما أدري لماذا، ويعني الناس ما تبدي مشاعرها وحاجة بشيء، ويقول فقر المشاعر، يقول هذا المشاعر لأن الناس فقراء فيه، صارت تظهر مشاكل وأشياء وجفاف في التعامل وأشياء حتى بين الزوجين والوالد والولد والمدري إيش والوالد، وحتى مع الجيران مع الأصحاب أشياء كثيرة جدا. هو يقول لماذا بدأ يتلمس الآن، يتلمس مظاهر هذه المشاعر الجافة والمتصحرة، ثم بعد ذلك بدأ يتلمس الأسباب التي أدت إلى ظهور مثل هذه المشاعر والعلاج. وضحت الفكرة؟ نعم. سمى كتابه فقر المشاعر لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد وفقه الله، وواضح أنه أحاسيسه جياشة وهو ما شاء الله مشاعره فياضة، ولهذا يتلمس دقائق الأمور في كتابه هذا، مع أنه يقول بعض القضايا المطروحة أصلا أفردتها بالتالي في كتب أخرى، ما شاء الله عنده فياضان نحن مسلي عليه بالخير لأنه سبق أنه داخل معنا ترى البرنامج، الله يعطيه العافية وعلى عنه وراسنا ويعرف أنه نحن نحبه. بعد ذلك قسم الكتاب، ذكر مدخل وأشياء أهمية هذا حتى في الشرع، ثم بدأ الكتاب تقريبا مقسوم إلى قسمين، قسم ذكر اللي هو مظاهر الفقر في هذه المشاعر، وجعلها على 7 أنواع من المظاهر اللي هي تقسيمات المشاعر بين الوالدين والأولاد، بين في الحياة الزوجية، بين الزوجين وبين الزوجة ووالدي الزوج، بين الجيران، بين الطلاب والمعلمين في الضيافة، ثم مشاعر أخرى أتى يعني بأشياء متفرقة يعني بين مثلا المراجعين والموظفين وأشياء. بعد ما انتهى منها دخل إلى قضية مهمة جدا، وهي قضية أسباب تعين الارتقاء المشاعر، يعني اللي هي الأسباب، ذكر قرابة 18 سببا ممكن أن نطور فيها، شوفها 18 سببا، يذكر كل سبب، هذا السبب مثلا يذكره ويذكر تحته المراد منه وشيء، والعجيب ما شاء الله على طريقتي من يعني إشباع المادة العلمية المطروحة من الآيات والأحاديث والمنقول والقصص في هذا الباب، قصص يعني معبرة، ما هي مشاعر لازم تظهر في بعض القصص ما بين قديم وحديث. وفق الله الكتاب من إصدارات دار الحضارة. هذا سلمك الله، هذه عشان يبان الأخوة، هذه عبارة عن رسائل محكمة له، هذه 3 رسائل محكمة له. نبدأ بالرسالة الأولى لأن هي مرقمة كما هي الآن. أما البحث الأول المحكم بين أيدينا فهو بعنوان الشيخ محمد البشير الإبراهيمي وموقفه من علم الكلام، دراسة وتحليل، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد. هو قال العلامة البشير إبراهيم عالم سلفي كان له انتقادات في كتاباته على علم الكلام عموما والمتكلمين والآثار الوخيمة التي تخلفها علم الكلام، وتكلم هو قال ما أحد جل موقفه من كتاباتي لأنه مبثوثة في كتاباتي وانتقاداتي هنا وهناك، فجمعها ودرسها وحللها وبين منهم لماذا ذمه لتأويل المتأولين، ماذا الآثار، يقول إن الخسائر التي خسرتها الأمة من دخول علم الكلام أكثر من الأرباح التي لعمت فيها مناظرة المعتزلة ولا جول أي مكانه. وتكلم العلامة البشير إبراهيم عالم جليل، وتكلم وقال وصاحب قلم، وتكلم عن موقفه من تدريس العقيدة على طريقة علم الكلام وتكلم والآثار الوخيمة، وكتب فيها كتابات وأشياء. فهو وفقه الله الشيخ محمد إبراهيم الحمد أراد أن يجلي الموقف بجلاء فترجم العلامة الإبراهيمي، ثم تكلم عقد فيها مبحثا في مسألة، المبحث الأول عن حياة الشيخ وأعماله، والثاني موقفه من علماء الكلام عموما، والثالث موقفه من تدريس العقيدة على هذه الطريقة. وكل الكلام ترى منقول من كتاباته ومجموع ما جمع من مؤلفاته أو من مقالاته ورحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار الحضارة. هذا الثاني أيضا رسالة بحث علمي محكم، وهو بعنوان
العلاقة بين علم العقيدة وعلم فقه اللغة، دراسة تحليلية مقارنة. هو نفسه وفقه الله له كتاب سبق الطارئ عرضنا به، وهو المدخل إلى فقه اللغة، مجلد تقريبا، وهو متخصص في علم العقيدة أصلا، فوجد هناك مشتركات بين علم العقيدة وفقه اللغة. قال ما تنبأ إلي أحد. أراد في هذا البحث المحكم أن يجب أن يظهر لك نوع العلاقة ما هي وطبيعتها. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد تكلم، عرف علم العقيدة وفقه اللغة والمراد به، ثم عرج بعد ذلك على المشتركات بين علم العقيدة وعلم فقه اللغة، وذكر في ثلاث مباحث ذكر ثلاث مشتركات بينها. طبعا هذا على سبيل الانتشار في فقه اللغة وعلم العقيدة، وذكر أمثلة على ذلك وآثار ذلك. مثلا الأول، مبحث الأول جعله خاص بالاشتراكين في الموضوع المشترك اللفظي، والثاني المبحث الثاني في موضوع الترادف، والثالث في موضوع المجاز، وهو يتناول ما يذكره ما يذكر في فقه اللغة من علماء اللغة، وما يذكره علماء الاعتقاد في كتب الاعتقاد في هذه القضايا. الكتاب فيه جمع لطيف، والحقيقة هذا تدل على نباهة في وجه الارتباط بين العلوم، ترى هذا مما يحتاج إليه، وجه ارتباط العلوم بعض ببعض واشتراكها في أشياء وقضايا، لأنه قد يكون أثر ذاك أكثر لكن ما حنتبه إلى تداخل هذه العلوم بعضها من بعض، وفقه الله كتاب إصدارات دار الحضارة. هذا الثالث أيضا بحث محكم، وهو بعنوان قضية التسامح مع المخالفين في الدين عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، دراسة تحليلية مقارنة لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد، أيضا هذا بحث محكم. يقول الطاهر بن عاشور قد له كتاب مشهور اللي هو أصول المجتمع الإسلامي أو أصول النظام في المجتمع الإسلامي، كتاب مشهور طبع في مجلد تداوله ناس كثير. هذا الكتاب طبعا أخذوا منه كثير ترى من الكتاب ما يتعلق بموضوع التسامح وعولوا عليه وأن الشيخ متسامح. يقول المشكلة أنه استغل كلامه بعض الذين عندهم التسامح المنفتح غير المنضبط بأحكام الشريعة، والشيخ ليس مراده ذلك، بل الشيخ كان ينبه، الشيخ الطاهر بن عاشور ينبه في كتاباته على أنه في الباب طرفان، ما بين مغلق للباب لا يراعي وبين مفرط فيه أيضا لا يراعي الحدود الشرعية فيه، فهو أراد أن يجلي موقفه ليس من تفسيره فقط بل حتى من كتبه الأخرى، ونقل نقولات في الباب. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد ترجم للطاهر بن عاشور، وأول ما بدأ بتعريف قضية التسامح وجاء بنبذة تاريخية عنها وكيف نشأت في الغرب وما المراد بها عند الغربيين ثم في الإسلام، والإسلام قال إن الطاهر بن عاشور يجعلها أصيلة الإسلام، يعني التسامح عندنا ينطلق من الإسلام بخلاف الكتابات الغربية، فإنه ينطلق من منابذة الدين أصلا، وهذا فارق عظيم عندي في هذه، أشوف هذا مبحث تاريخي. ثم المبحث الأول جعله خاص ما مفهوم التسامح عند الطاهر بن عاشور وذكره، ثم يتعلق مبحث ثاني به أهمية هذا التسامح وأسبابه عند الطاهر بن عاشور وذكره، وقال وينقل نقولات من كلامه، ثم بعد ذلك يأتي إلى بيان للأسس التي يبنى عليها التسامح عند المسلمين من كلام الطاهر بن عاشور، والكلام كله حول كتبه والمنقول من مؤلفاته رحمة الله عليه لتجلية الموقف رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار الحضارة، هذا يا ولدي كتاب قديم جديد. أما الكتاب فسبق أن طبع قبل قرابة أكثر من 20 سنة، يمكن ربع قرن تقريبا، وهو من الأوائل الكتب التي حققها أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران قبل مسيرة الدكتور أصلا، أخرجها وحققها على عدد من النسخ الخطية، كان طبع قبل أكثر من 130 سنة أصلا، كتاب طبعا المنيرية الأولى اللي طبع به الكتاب، ثم بعد ذلك جاءت الطبعة السلفية بعدها على الطبعة الأولى لكنه يعني تلافى بعض الأخطاء، وما بعدها جاء معولا عليها، هو اعتمد على نسخة خطية وحيدة وفيها نقص وفيها أشياء واضطراب وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك قام أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران وتعنى لإخراج الكتاب، فجمع عدد من النسخ الخطية الذي حصلها ثلاثة، وبقيت نسخ خطية وقف على معلوماتها لكنه لم يتأتى لها تحصيلها حتى مع هذه الطبعة الثانية، يعني حتى مو مع الطبعة الأولى فقط، حتى مع الطبعة الثانية ما استطاع يحصلها. لاحظ قال من شدة وعسر التعامل في الحصول على بعض النسخ من بعض الدول العربية يعني للأسف. يعني المقصود أما الكتاب هذا فهو للعلامة اليماني المشهور المجتهد ابن الوزير محمد إبراهيم الوزير، الإمام المجتهد محمد إبراهيم الوزير العلامة اليماني المعروف المتوفى عام 840 الهجرة رحمه الله، إمام جليل مجتهد كبير معروف، له كتابات عظيمة تدل على قيمة العلمية، وقد كان تميز بين علماء اليمن
ومما تفرد بالمنزلة العالية في إتقانه كان علم المنقول بالذات علم الحديث ورجاله، وهذا ما جعل قلمه أعلى ولسانه أعلى من كلام من انتقده من الزيدية وغير الزيدية والهادوية وغيرهم، ولهذا ساروا يقفون دون معرفة هذه السنن وكلامه. هو جاء أصل الكتاب أصله رسالة من شيخه ينبذه ويتحامل عليه كيف تذهب إلى السنة، لأنه هو كان على الطريقة السلفية من تعظيم الكتاب والسنة وعلى طريقة السلف، لا فجاء شيخه وأرسل له رسالة ينبذه فيها ويتحامل عليه. شيخه كان زيدي أو ماذا؟ أي كان زيديا ويأمره بأن يرجع للطريقة طريقة آل البيت وهكذا يعني بهذه الطريقة. فهو ثم بعد طبعا هذه رسالة، ثم بعد ذلك هو أجاب وإجابة لطيفة، عاد برسالة طويلة فيها قضايا طرحها تتعلق بالسنة وبالأحاديث بالأئمة الأربعة بقضايا منهجية بهذه الطريقة. هذه الرسالة الثانية قال له تعال، أتى بها وأطال في الكلام والجواب وألف كتابه العظيم العواصم والقواصم. هالكتاب العظيم طبع طبعا 9 مجلدات ضخم، أطال الكلام وأرخى القلم في التتبع حتى أنه أحيانا يذكر في القضية 200 وجه. أوه علامة كان، تخيل ودي كمان لو قلت لك أنه هذا من حفظه، هذا كمان تنبهر بهذا الكلام شيء آية. طبعا هو هذا سبحان الله الشوكان يقول وما قدر الكتاب، مع أنه كان مقارن لعلماء مصر ابن حجر ومدري مين وغيرهم، قال لم يقدر الكتاب يذهب إلى مصر والشام ولا كان انتشر خبره جدا في الباب، ولهذا ما ترجم له حتى كثير من معاصرين مثل المقريزي ومدري من كثير والسخاء جاء بعده أيضا. المقصود سبحان الله العظيم، ثم بعد ذلك لما انتهى من كتابه هو نفسه وجد أن الكتاب يطول على كثير من الناس، فاختصر كتابه العواصم والقواصم إلى هذا الكتاب الذي سماه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هو أصلا جعله خاص، اقتصره على ما فيه الدفاع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن حملة الحديث والرواة وطريقة التعامل مع هذه الأحاديث كيف تكون، وضعت الفكرة. نعم. لكنه ما اكتفى بمجرد الاختصار، هنا في هذا الاختصار جمع موضوعات الكلام المسألة الواحدة التي تناثرت في الكتاب الأصل المطول جمعها في محل واحد، وهذا أول شيء فعله. ثانيا اقتصر على أهم الأوجه وأبرزها التي لا يستطيع المخالف دفعها أصلا، بل هم يسلمون بها أيضا، وكان كثيرا ما يحاكمه إلى أصولهم التي ينطلقون منها. وثالثا هو نفسه زاد أشياء وقواعد وضوابط وحتى مسائل ليست موجودة في الأصل، مما يجعله كما قال بعضهم كتابا مستقلا برأسه كأنما هو شيء آخر عن الأول. وألف هذا الكتاب، اعتنى به أخوه الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد عمران، قدم ترجمة ممتازة. طبعا هو يقول، طبعا هو كتب في المادة التأسي على عدم الاهتمام بابن الوزير، لماذا مثله لم يلتفت إليه، وكتب شيئا فيها شيء من يعني من التثريب على النفس وعلى الإخوة وعلى أهل الزمان، وهذا كيف العلم، لن يقول هو صاحب مدرسة سلفية إصلاحية جاء بعد من تأثر سرد مسرد بعلماء اليوم اللي تأثروا وكلهم ذهبوا إلى نصة الكتاب والسنة وتركوا مذهب الزيدية. هو يقول كيف مثل هذا لا يعتنى به، إضافات التي كان طبعا جهاد هو عودي من أهله وقرابات وأشياء، حتى يقول حتى بعض المقربين قراباته هو كان يطعن فيه وأشياء عجائب، يعني قد بمقدمة فيها الاهتمام وجوب الاهتمام به. وطبعا خرج دراسات يعني في ماجستير ودكتوراه وذكر مجموعة منها، لكن قليلا ما تفي بهذا العلم، وليت التفت العامة مؤلفات، وهذا مما يصلح يخرج مجموع مؤلفات العلامة محمد الوزير اليماني لأنه له مؤلفات كثيرة وليست بقليلة. طبعا من أشهر من اعتنى بكتب التعليق وتحشي الإمام الصنعاني صاحب سبل السلام، وهم من تأثر بطرقته حتى يعد شارحا لكتبه أيضا. ثم بعد ذلك هو يقول اكتفى بترجمة الشوكاني بدر الطالع لأن عنده مشروع الشيخ علي العمران في الجامع لسيرة ابن الوزير على غرار كتاب الجامع لسيرة الشيخ الإسلام تيمية. سوف يجمع لأنه وقع على عدد من المخطوطات كثيرة وليست بالقليلة ممن صنفوا في التاريخ وذكروا ترجمته، سيجمع كل ما وقع من مطبوع والمخطوط وسيجمع جامع وجزاه الله خير، وهذه فكرة ممتازة والاهتمام مثل هذا ممتاز. هو أصلا عنده هذا مشروع، عنده أشياء تتعلق بالوزير أيضا، لأنه بعض ما ذكره من الكتب وحررها في المقدمة مما أخطأ في تحريرها ونسبتها من كتبوا كتابات حتى علمية أكاديمية في ممن ترجموا للأعلام الوزير، ورجح أرجح إلى نصابه وذكر ما فيها وطريقته وشيء من ذلك، وبعضه حتى يقول هو يشتغل عليها الآن، أتمنى أنه يخرج
هذا الكتاب، واتمنى حتى الشيخ يشتغل عليه ما شاء الله تبارك الله واهل ذلك. المقصود الكتاب سبق ان خرج في مجلدين، وهذا الان ضغط في مجلد واحد كما هو. الشيخ اعاد فيه اشياء من الطبعه هذه، استدراك الاخطاء فيها، الطبعه السابقه، محاوله اضافه بعض ما كان فاتهم الاول من يعني توثيق لبعض الابيات او شيء من التخريج او شيء من ذلك، مما هو من طبيعه البشر اصلا شيء من ذلك، المؤضافه مع تعقبات واشياء مما ذكر في المقدمه. والكتاب طبع على هذه الطريقه، وهذه الطريقه اخواننا جزاهم الله خير في هذه اخواننا في دار الحضاره جعلوا ضغطوه جعلوا في مجلد واحد حتى يسهل حمله ويرخص ثمنه. وهذه العناوين التي بين قوسين هي من صنيع المحقق وفقه الله حتى يتقرب الى الموضوع الفكره في فيما يتكلم فيه. الكتاب الحقيقه بحر، هذا كتاب من وصيك بقراءته، انا قراته يا ولدي في الطبعه الاولى التي خرجت رحمه الله عليه. الكتاب طبعا اعبه في الفهارس الاخير، فهارس لفظيه وعلميه، العلامه بكر ابو زيد كتب له مقدمه ممتازه واثنى على الكتاب المؤلف والمحقق، الكتاب من اصدارات دار الحضاره. شيخنا انا اوصي يعني من يستمع ان يرجع ترجمه ابن وزير اليماني في كتاب بدر الطالع الشوكاني، اثنى عليه ثناء رفعه للسماء. يعني طبعا هو الشيخ علي مريم يقول لم يذكر احدا من انفاض التمجيد والتعظيم مثل ما ذكره في كل كتابه اصلا، هو يذكر هذا وحق له. هذا كتاب اخر لاخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران، وهو كتاب سبق ان طبع بغير هذا العنوان، هذا العنوان بعنوان في محراب القراءه أقلام باقلام كبار الكتاب. الكتاب اصلا الفكره الكتاب جمع المقالات التي كتبت عن موضوع القراءه وكيف القراءه ومشاكل القراءه وطريقه القراءه والافاده من القراءه والكتاب بهذه الطريقه لكبار الكتاب الذين كتبوا في الباب في هذا في هذه القضيه. ثم وطبع من قبل طلعت الطبعه الاولى كانت بعنوان كبار الكتاب مقالات كبار الكتاب، مقالات كبار الكتاب عن القراءة والكتاب، هذا هو العنوان الأول الطبع بالكتاب في الطبعة الأولى. في هذه الطبعة الثانية استدرك الأخطاء التي فيها، زاد عدد من المقالات ليست موجودة في الطبعة الأولى، زاد لكبار الكتاب هو نفسه بعد ذلك يعني بعض التعليقات الإفادات التي كتبها هنا كما ترى وشيء من ذلك. وأما المقدمة وما فيها كيف رتب المقالات، تنبيهات، هذا مهم، تنبيهات ولا تنبهها في المقدمة على هذه المقالات، انتبه من يقرأ مثلا المقالات وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك قال ما في أبواب ولا فصول، فيها محاولة يعني جمع بعض المقالات القريبة مثلا ما يتعلق بأهمية القراءة جمعهم مع بعض، ثم اللي بعدها الاستفادة من القراءة، ثم مشاكل القراءة، ثم القراءة عند الأطفال، ثم القراءة والكتب، وهذه الطريقة جمعها. يأتي بالمقال، هذا عنوان المقال، هذا هو الكاتب له، وهنا يوثق لك من أين جاء بهذا المقال، ولا يتدخل إلا يقول قليلا يعني التعليق مما لا بد منه، وإلا هو الأصل أن يقف على هذا. يقول كبار الكتاب طبعا المقدمة كتب ليش ما يعتنون مثل الكتاب، جزاه الله خير، الكتاب من إصدارات دار الحضارة، هذا سلمك الله أيضا كتاب قديم له أثيلة، هي الطبعة الثانية له، كانت الطبعة الأولى قبل حوالي 25 ربع قرن تقريبا، بل يقول إنه هو من أوائل ما أخرجه من المؤلفات. قرأ منهاج السنة النبوية للشيخ حسام تيمية، أخرج كل ما يتعلق من القواعد الحديثية والفوائد الحديثية في الباب، ثم هو رتبها على فصول معينة من باب ترتيب الفكرة، ويقع طالب الحديث على قضايا الحديثية. هذا الكتاب آسف ليس هذا، هذا واحد ثاني سيأتينا. هذا الكتاب فكرته أنه وقف على بعض من يشيد بالعلماء الذين لم يبلغوا سن الأشهد اللي هو 40 سنة، ثم بعد ذلك بدأ يجمع وكتب مقدمة في المقدمة عدد من الفصول فيها من صنف في مثل هذا الباب، ما كذا، من هو الأشهد، من هو السن، هذا طريقة التصنيف في الكتاب بالطريقة مع فوائد، ثم بدأ رتبهم على حسب الوفيات، سماه العلماء الذين لم يتجاوزوا سن الأشد، العلماء الذين ماتوا شبابا من يعني من سن 15 سنة إلى سن 40 سنة، هنا انتهاء فترة الأشد، لهذه بداية فترة الأشد 15 وانتهاءها في 40. حرر ذلك في المقدمة، ذكر نقل نقولات وأشياء من قال بهذه الفترة وشيء، وكلام كان كلام العلامة سعد تهذيب اللغة، كان هو الجوهري، هو الأصل في هذا، قدم بمقدمات فيها الإفاضة في هذا الباب وشيء من ذلك، تهذيب اللغة الأزهري، الأزهري آسف الأزهري، وأنه هذا يعني يتحقق الكلام. ثم بعد ذلك هذا ترتيبهم، يأتي يذكر لك اسم العلم، هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه، كم عمره يعني إذا كان له سنة ولادة وفاة يذكرها، ثم يأتي العمر 37، شيئا من ترجمته، لكن مما شيئا مما لابد أن يبينه أنه مات شابا، يعني مات قبل 40 سنة، هذا كان لابد منه، وقس على هذا والكتاب كله. أيوة، وهذه نماذج من خطهم، لمن وجد خطهم يذكر لك نماذج من الخط، طبعا المتأخرين كلهم هذه المتأخرين وشيء من ذلك وفقه الله. وهذه الطبعة الثانية طبعا زال زيادات في هذا الكتاب وفقه الله، الكتاب مجلد من إصدارات دار الحضارة، هذا الثاني، هذا لأول مرة طبع،
هذا أيضا مشروع له، نبهه إليه المشروع الأول، وقد كان يزامنه في فترة الشباب لكن تأخر عن الصدور، وهو بعنوان المتصدرون في سن 20 فما دون للتأليف والتدريس والقضاء والفتية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد العمران وفقه الله هو أيضا على نفس المنوال جعل له مقدمة ذكر أسباب جمعها ومن تطبق الحافظة، ثم بعض الفصول تتطابق مع هذا الفصول في المقدمة من الكلام، مثلا من هم اللي يقول عنهم لبيب العشرين، بعض الأوصاف معينة فيها، هل يذم من يتأهل وهو لسه ما زال شابا صغيرا وشيء من ذلك، ومحاولة موازنة كلام أهل العلم في الباب وشيء من هذا الكلام. الكتاب أيضا رتبه بعد ذلك على سني الوفيات، وهو في هذا الباب يذكر التالي: هذا العلم أن نذهب، هذا العلم المذكور، هذا العلم المذكور يرقمه هذا أبو حيان مثلا، هذا أبو حيان سنة الولادة وسنة، طبعا هذا سنة الوفاة، لكنه يذكر يأتي بشيء من ترجمة، لكن لابد يأتي من نص على أنه تأهل قبل سن 20، وهو يقول شوف يا ولدي، طبعا هو يأتي بنماذج من خطوط من وقف على خطوطهم، هذا شو نموذج من خط أبي حيان، لاحظ، والكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله. طبعا هو ايش يقول غالب أول من يتأهل للتأليف، كذا يقول من موجود في التراجم، ثم التدريس، ثم القضاء، وآخرها الفتية كان. وبهذه الطريقة الكتاب الحقيقة ماتع من استرات دار الحضارة. جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.